سي سمير مرحبا بك. سي سمير جياب المدير العام لمجموعة أليانس، مرحبا بك سي سمير. المجموعة ما احنا نفرحوا كي نقال العمل وقيمة العمل مازال، وفما ناس مازال تمنى بالبني وانتوما في البني. نشوفوا التقرير هذايا الساعة ونبدأ نحكيوا معك. في الضاحية الشمالية للعاصمة ولدت مدينة جديدة، تونس باي غولف. خمسمائة فيلا فاخرة بمسبح خاص محاطة بأضخم ملعب غولف بثمانية عشر مرحلة. إقامة مريحة بعيداً عن صخب العاصمة وقريباً من كل المرافق الحيوية كالمطار والمراكز التجارية. فيلا المرحلة الأولى سيتم تسليمها قريباً، والمرحلة الثانية في أوج التسويق. اختر المدينة الجديدة تونس باي غولف لتختار بذلك عالماً مختلفاً وحياة مريحة. تونس باي غولف، المدينة السكنية للمرفأ المالي بتونس. للحجز تونس باي غولف، مشروع بإمضاء جروب أليانس. سي سمير مرحبا بك. عايشك، ميرسي بور فوتر اكاي. نعاود لك نقول لك اللي تفرح العباد، توا فما بلايص في مصر نشوفوا عقدونا المصريين بالبني وبالمدن هذه الواحد، انه في تونس مازلنا نبنيو، المجموعه مازلت تبني. اعطينا فكره على المجموعه، كانت مجموعه أليانس دونك في تونس، تخدموا فقط في تونس خارج تونس؟ احنا لو جروب أليانس جو سوي لو فونداتور، سوي لو بي دي جي دو جروب. Il a été créé en France en 1990. Donc les Français donc j'ai radio, تعلمت radio, خدمت radio, les projets الكل بداو غادي. On بعد عملنا دي bureaux في ميامي، on بعد عملنا دي bureaux في تونس. وحنا le groupe Alliance l'actrice خدمة نتاعها سي l'immobilier. Le golf et l'hôtellerie. Et là, nouvellement, on a la chaîne Bellini, qui sont des restaurants, lunch bar et événements. Mais essentiellement, l'immobilier, le golf et l'hôtellerie. Donc, en France, on est propriétaire du golf de Cergy, Pontoise, qui est à, en région parisienne, 56 hectares. On a réalisé de nombreux projets immobiliers en France et aux États-Unis, à Miami. Et on a fait quelques projets en Tunisie depuis 2006, 2008. يعني المجموعة مجموعة تونسية. مجموعة على la base française en France وتوا مجموعة تونسية. معناها نجموا، معناها نفتخروا المجموعة التونسية عندها استثمار. تونسي ومجموعة تونسية وخدمة تونسية. حتى في ميامي تبني في ميامي وتبني في فرنسا وتبني في الولايات المتحدة الأمريكية، شو يعمل كيف؟ بالطبيعة قبل ما نمشيو الولايات المتحدة الأمريكية هذه بتيت ختم لطفي ميامي ما يحبش لهنا، فما مشروع قمرت اللي باش يتم غدوة تقريبا. تدشين واعطاء المفاتيح لاصحابها، مشروع صحيح. تونس باي غولف هكا ماهو صحيح في الواحد. يعني شفنا رغم انتهاء الخدمه معناها تقريبا حتى كما نشوفوا في الفيديو توا بنجاح، انه باقي فما شويه نقص في البنيه التحتيه. هاك تشوف حتى بعض الصور، معناها نتيجه شنو؟ تنجمش تفسر لنا شنو هي العراقيل اللي تعرضنا هكا في البنيه التحتيه رغم ضخامه البني، رغم كذا الصور باقي نلقاو في نقص في البنيه التحتيه. J'ai compris la question générale, mais pas en détail. Vous avez dit qu'il manque quelques bricoles et tout, convention. Réellement, demain, c'est un grand jour pour nous. La livraison de la phase 1, qui est la phase 1 qui comporte 127 villas. D'accord. Donc, effectivement, on a eu énormément de problèmes suite aux retards qui sont dus à GFH, le groupe du Bahreïn, qui est le master développeur. Donc GFH, c'est une banque du Bahreïn, qui est un groupe financier très très important. C'est une banque bahreïnie. La banque bahreïnie, elle a créé le projet. Le projet, c'est normalement qui a créé la banque bahreïnie. Voilà, elle a normalement qui a pris l'engagement avec l'État pour réaliser le golf, la marina, le mall,
بما فيه حتى المرفأ هذاك المالي اللي نحكيو عليه. المعرف المالي هذاك هو هما خذوا لونجاجمون الكل. وفينالمون ils ont fait beaucoup de retard في البروجي هما نورمالمون باش يعملوا لي ريزو ولي فواري وباش يعملوا المول مارينا اي تو سا. ما عملوش، احنا خذينا من عندهم، شرينا من عندهم en 2016. La partie golf et villa. D'ailleurs. On a géré le financement interne, on a travaillé, on a développé, on a fait le marketing, on a fait la commercialisation. Très bien. Beaucoup de clients nous ont fait confiance grâce à notre notoriété et notre expérience. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait des exploits, voire de la magie, comme diraient certaines personnes, d'avoir réussi à finaliser et être en capacité de livrer les 127 villas. Sur lesquels il y en a 90% qui sont vendus. Donc demain. Brabi, si Sabir Aoudi, Godwa Kadesh, on a une villa. 127 villas. Noué ou Sabachin. Ah voilà, Godwa Pshitim Taslim. Voilà, exactement. Et c'est pour nous, le Dufa Al-Oula. Phase 1. وقتاش بقيت قد ايه عندك من. فما 4 فاز. اربع اقساط في المشروع هذا. فما بريسك 500 فيلا. يغطيو قداش المساحة على فما 120 هكتار، احنا شرينا 120 هكتار، وعندنا الجولف توا بدينا فيه لي ترافو بالكدا بالكدا قدمنا بالكدا، أما توا أوني بلوكي خاطر لو كي ديفي أريفي، باغي جي اف اش ديفي نوز أمني لو بور إيريغي لو جولف، جوسكا أوجوردي نوز أون با أمني لو. هذه هي الخدمة نتاع الانفراستركتور المطلوبة. فوالا هذه الانفراستركتور هما يلزموا يعملوها والكل ما عملوهاش، دونك الجولف حاضر كوم فو فويي سور لي فوتو، لي باسان، لي دون. البحيرات نتاعو كل شيء. كل شيء، لي ريزو داروزاج، تو تي بري، سوف كو. شيخ الحشيش بعد كل شيء ما نجموش دونك والجولف وجي سي لطفي يلعب مع محمد الحمروني طرح جولف على الطريقه الامريكيه على الطريقه الامريكيه غدوه ملا اذا سي سمير غدوه مع وقتاش باش يتم الاحتفال هذا غدوه نورمالمون مع العشره عن vos collègues qui vont venir sur place ou les premières villas qu'on va livrer surtout Lyon on est fiers et heureux grâce à toute l'équipe grâce à tous nos partenaires, grâce à l'appui de l'administration qui nous a aidé à trouver des solutions provisoires pour l'eau, l'électricité, Sonet et l'ONAS. Parce que si on devait compter sur GFH, malheureusement, on n'aurait pas pu livrer. On a trouvé toutes les solutions techniques. Brabi, on est très, 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 très fiers. La rissale à l'IGB, à force, on est en train de se faire dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses qui sont très bien. Vous, comme Moustafa, tabarak Allah, en France ou dans les États-Unis, vous êtes en train de se faire dans Tunis, vous êtes en train de se faire dans notre pays aujourd'hui. Ce qui me motive de travailler encore en Tunisie, c'est que je suis tunisien, j'adore mon métier. Malgré tout, j'ai confiance dans la Tunisie. Il y a un potentiel énorme, il y a un capital énorme, humain, important, travailleur, compétent. Il a besoin d'un management très fort, ça c'est sûr. Et il a besoin qu'on lui fasse confiance, il a besoin qu'on le respecte, il a besoin qu'on lui donne une sécurité, mais réellement... Avec ces équipes, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, Inch'Allah, on passe cette période de Covid où que GFH fasse son travail. Au rôde de ce projet-là, il va avancer très, très vite. La majorité des clients, c'est 50% de clients tunisiens. Aïchine Barra. Ou 50%, 49,9%. Des Tunisiens locaux, qui sont plutôt profession libérale, chefs d'entreprise et commerçants. Et on va dire, il doit y avoir un ou deux clients étrangers. Il faut dire que les étrangers, avec toute la lourdeur administrative, autorisation du gouverneur, théoriquement, au niveau pratique, Alliance. شكرا جزيلا على الحضور ان شاء الله موفقين ليك ولبقيه المستثمرين اللي مازالوا مؤمنين انه البلاد هذه ان شاء الله غدوه خير نمشيو للاخبار ونستقبلوا ضيفنا سي نبيل بالعم. أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس أمس أن بلادنا أصبحت الأولى عربيا وأفريقيا من حيث نسب الوفيات والإصابات جراء جائحة كورونا. أعلنت السفارة الفرنسية بتونس اليوم عن توزيع 40 طن من المعدات الطبية على المنشآت الصحية التونسية. قال المدير الجهوي للصحة بباجة إلياس عمار إن الجهة سجلت خلال شهر جوان 76 حالة وفاة بفيروس كورونا، واصفاً هذا الرقم بالمفزع ولم يتم تسجيله أبداً منذ بداية الجائحة في الولاية. أفاد اليوم رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة أن هناك نقص حاد في كمية التحاليل السريعة المتوفرة في الصيدليات، وذلك بسبب ارتفاع الطلب عليها نظراً لأسعارها المنخفضة مقارنة بتحاليل البي سي آر.
نفت لدار العمل الديوانة ما تم تداوله بخصوص احتجاز 125 جهاز تنفس اصطناعي تبرع بها تونسيون يقيمون في الخارج، وأوضحت في بلاغ لها اليوم أنها سرعت بالتقصي والبحث في الموضوع، وتم الاتصال بكافة المكاتب الحدودية للديوانة، وتأكد أنه لا توجد أي أجهزة تنفس اصطناعي عالقة أو لم يتم تسريحها. ينطلق غدا غرة جويليا 2021 العمل بالتوقيت الصيفي بالإدارة العمومية والجامعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية إلى غاية يوم 31 أوت، ووفق ما ذكرته رئاسة الحكومة سيكون توقيت العمل كالآتي: من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان على مشروع القانون المتعلق بالشيكات في صيغته المعدلة برمته، وأكد رئيس اللجنة نجم الدين بن سالم أن هذا المشروع سيمكن من إلغاء العقوبات السجنية وتعويضها بخطايا مالية. في أخبار العالم، قال كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية اليوم أن فرنسا ستواجه على الأرجح موجة رابعة من فيروس كورونا، وذلك نتيجة لعودة ظهور الحالات بسبب سلالة دلتا. مرحبا سي نبيل بلعم، مدير معهد إمراد كونسلتينغ لاستطلاع الرأي. عندنا البارومتر السياسي لشهر جوان 2021. ايش عندنا سي نبيل؟ اي المنهجية وال... شكرا للاستضافة. البارومتر بتاع شهر جوان هذا قمنا بالعمل الميداني في فترة تراوح بين 26 و 29 جوان، دونك الايامات الاخرانية هذه هو داخل دونك في يعني الموجات الشهرية اللي نقدموها كل شهر القناة التاسعة وبزنس نيوز. الحجم العينة تمثل في 1400 تونسي ينتمي كل شرائح المجتمع من ناحية تركيبة أعمال التركيبة العمرية، الجنس، المناطق، المدن والريف ومستوى التعليم. يعني ديما نقولوا هي عبارة على صورة مصغرة للكون الانتخابي اللي يمشيوا ينتخبوا في المواعيد الانتخابية متاعنا. هامش الخطأ يتمثل بين 2.6%، والبارومتر يحتوي كالعادة على مجموعة من المؤشرات اللي هي تقييم أداء الرؤساء الثلاثة، نوايا التصويت بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، ومؤشر الأمل الاقتصادي، حرية التعبير، الخطر الإرهابي، وتفاؤل التشاؤم، ومؤشر ما يخص جائحة الكورونا اللي هذا يهم يعني التوانسة، يظهر لي في أكثر حاجة يهم مهتمين بها في الوقت الحالي. أي نبدأ تقييم أداء الرؤساء الثلاثة. أول حاجة تقريبا هو سؤال يعني كيفاش تقيم أداء الرؤساء الثلاثة، يعني راضي برشا، راضي مكش راضي ولا مش راضي بالكل. مجموع راضي يعطي النتائج التالية بالنسبة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، 38% من التوانسة هما راضين على الأداء متاعه، يسجل تراجع بثلاثة نقاط بالمقارنة مع شهر ماي. بالنسبة لهشام المشيشي يقعد في نفس النسق، يعني 16% من التوانسة اللي هما راضين على الأداء متاعه، وبالنسبة لرشد الغنوشي كذلك يقعد في نفس النسق، يعني 7% من التوانسة هما راضين على الأداء متاعه. واضح. نمر نوايا التصويت للانتخابات التشريعية. بالنسبة للانتخابات التشريعية كذلك نذكر كل مرة وأنه سؤال تلقائي، يعني ما ثم اقتراح لحتى قائمة حزبية. نلقاه في المرتبة الأولى حزب الدستوري الحر بنسبة 37%، وهنا سجل تقدم بثلاثة نقاط بالمقارنة مع شهر ماي. ثم نلقاو حركة النهضة في المرتبة الثانية بنسبة 18%، تسجل تراجع بنقطتين بالمقابل مع بالمقارنة مع شهر ماي. ثم قائمات القائمات المستقلة المرتبة الثالثة نلقاو 8 نقاط، تراجعت بزوج نقاط. ثم في المرتبة الثالثة كحزب نلقاو حزب قلب تونس بنسبة 7%، تراجع بنقطة بالمقارنة مع شهر جوان. التيار الديمقراطي في المرتبة الرابعة نلقاوها 6 نقاط، كان 7 نقاط في شهر جوان. ثم ائتلاف الكرامة نلقاوها في المرتبة الخامسة بأربع نقاط، كان 2 نقاط في شهر ماي. حزب الصافي سعيد 3 نقاط يقعد في نفس النسق. ثم حركة الشعب 3 نقاط كذلك يقعد في نفس النسق. حزب تحيا تونس 2 نقاط، مشروع تونس 2 نقاط، نداء تونس 2 نقاط، فاق تونس نقطة، والاتحاد الشعبي الجمهوري نقطة. هذا هو جدول الترتيب اللي يصوتوا له التوانسة إذا كان انتخابات تشريعية تكون غدو. بربي مش نعلقوا بالمرحلة بالمرحلة، كان تحبوا خير واحد. فماشي تعليق بالنسبة لسؤال سي نبيل بالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية. محمد
ما لا ما عندكش حتى خليف سؤال ولا حاجه سي نبيل؟ نمر لطفي نوايا التصويت للانتخابات الرئاسيه كذلك سؤال تلقائي، يعني ما نقترحوا حتى اسم شخصيه سياسيه. في المرتبه الاولى نلقاو سيد قيس سعيد بنسبه 44% يتراجع بنقطه بالمقارنه مع شهر جوان. في المرتبه الثانيه عبير موسي 14% التوانسه اللي صوتوا له كان الانتخابات الرئاسيه تكون غدوه، كانت 15% في شهر ماي. صافي سعيد في المرتبه الثالثه 11% تراجع بنقطتين مع شهر جوان. ثم في المرتبه الرابعه نلقاو نبيل القروي تقدم نقطه، 10% من التوانسه صوتوا له اذا كان الانتخابات الرئاسيه تكون غدوه. ثم نلقاو في يعني في مراتب اخرى منصف المرزوقي بنسبه 4% يقعد في نفس النسق، سيف الدين مخلوق في 3%، عبد اللطيف المكي 2%، لطفي المرايحي 2%، محمد عبو 2%، عبد الفتاح مورو 2%، عفوا 1%، حمل همامي 1%، محسن المرزوق 1%، ويوسف شاهد 1%. هذا بالنسبه للانتخابات الرئاسيه. الرئاسيه. اذا نمر للمؤشرات الان في علاقه بمؤشر الامل الاقتصادي. الوغ هذا كما نقولوا هو المؤشر اللي يهم يعني الحاله الاقتصاديه نتاع البلاد والتونسي كيفاش يراها فيما يخص ميزانيته هو، فيما يخص المقدره الشرائيه نتاعو، فيما يخص طفته، يعني درا الوضع الاقتصادي نتاع البلاد ماشي ويتحسن ولا ماشي يتدهور، هو سؤال نطرحوه. نلقاو بالنسبه لشهر جوان تسجل نسبه مرتفعة متاع التوانسة اللي رأوا أن الوضع الاقتصادي ماشي يتدهور 78%، كانت 68% في شهر ماي، يعني النسبة مرتفعة. ونسبة التوانسة اللي رأوا الوضع قاعد يتحسن اتقلصت، كانت 19% في شهر ماي ولات 15% فقط من التوانسة اللي هما يراو وأن الوضع الاقتصادي ماشي يتحسن. بالتالي فإن الحالة الاقتصادية متاع التوانسة بصفة عامة ماشية في نسق التشاؤم. هذا بالنسبة للمؤشر الأمل الاقتصادي. ثم مؤشر حرية التعبير. مؤشر حرية التعبير هو سؤال نعرف من المؤشر الاقتصادي لأنه يستفسر. نقوله في شهر ماي يعني نقوله بعد ما خرج رمضان. بعد ما خرج وقتها التونسي تفقد مكاتبه، القاها تقريبا فارغة، رجع معناها متشائم. وما ثماش دي بيرسبكتيف، ما ثماش يعني. أي لكن الأهم أنا في اعتقادي هو المعطى نتاع الحشاك الكوفيد. يعني شفنا في الأسبوع هذا الأمور استفحلت برشا والتونسي حس اللي معناها لو دونجي لا، معناها لا سيتياسيون فريمون غراف. أي كي عملت الاستبيان هذا وقتاش كملتوه بالضبط؟ هذا كملناه البارح. دونك الكريز موجوده بطبيعه الحال، وتنشوفوا من بعد في الاسئله نتاع فيما يخص الكوفيد تنشوفوا الربط ما بين الحاله الاقتصاديه نتاع التونسي وما بين ازمه الكورونا. التشاؤم نفسه مبني اعتقد انه اهم منشط اقتصادي في الصيف هو السياحه. أيوة. الناس دخلوا في مرحله الياس من انه ثم موسم سياحي معقول، خاطر مع رمضان كنا نعتقد انه مش تتم بعض الاجراءات وممكن يجي بعض الوفود وغيرها، تو الناس ولات خايفه على الموضوع. بالضبط، نسبه التخوف نتاع التونسي في الشهر ماي مش كما تو. خاصه مربوط بوضع الكورونا اللي تازم برشا، واللي التونسي راه في الكونفينمون ربما يعني نتاع حجر شامل، ربما راه في كذلك في الكوفر فو باش ينقص، هذا الكل يعني نقص في مداخيل التونسي. ثم برشا عباد تعيش من يعني اللي يعني التجاره نتاعها، من المهن نتاعها مربوطه بحاله البلاد فيما يخص الوضع الوبائي. إذا كان الوضع ماشي ويزيد ويكثر يعني يعني بلوس دانكيتود عند التونسي يتقلق أكثر، بالتالي فهو يخاف على المدخول نتاعو، يخاف على المسوار نتاعو، ويخاف على 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 يعني الإمكانيات نتاعو المادية اللي باش تقلص. واضح. إذا مؤشر خطر مؤشر حرية التعبير. مؤشر حرية التعبير هو كما قلنا التونسي نسألوه من المكاسب اللي تحصل عليها بعد الثورة حرية التعبير، إن راه مهدة ولا لا، نلقاو نسبة التوانسة اللي راهو حرية التعبير مهدة مثل 44%، وهو في نسق يعني مرتفع نوعا ما نشوفوا فيه منذ مدة هذايا، وكان 42% في شهر ماي ولا 44% في شهر جوان. مؤشر الخطر الارهابي. مؤشر الخطر الارهابي هو اللي ربما يقعد يعني المستوى نتاعو، الحمد لله يعني البلاد نتاعنا من الناحيه هذه ثم نوع من يعني سيطره من ناحيه الـ الامن ويعني ضبط الوضع الامني غير ذلك. وبالتالي فان عنده شويه طمانينه التونسي من الناحيه هذه، و21% فقط من التوانسه اللي هما يراوا انه ثم خطر ارهابي في البلاد. واضح.
إذا في علاقة بالتطبيق الإيفاكس والكورونا. في علاقة أولا ساعة فيما يخص مخاوف نتاع التونسي على الكورونا. أيوة بالضبط. السؤال هذايا فيما يخص مرض كورونا، تحس نفسك متخوف برشا، متخوف إلى حد ما، مش متخوف إلى حد ما، ومش متخوف بالكل. والسؤال هذا بنطرحوا فيه يعني من أول من بداية الجائحة هذه من مارس 2020. المرة هذه في شهر جوان سجلنا أعلى نسبة متاع التخوف التونسي من الكورونا. 76% من التوانسة متخوفين من جائحة الكورونا. بربي شهر لي شهر ماي كان 47%. كان 47% في شهر ماي، يعني عمل قفزة عملاقة المؤشر هذا، لأن هو مش مربوط هو هذا المؤشر هذا بالمعلومات اللي يشوف فيها يوميا بالأخبار بالواقع متاع عدد الوفيات اللي ماهوش قاعد يتقلص وربما قاعد يزيد، بالمعلومات اللي تراوى أنه ربما ثم ساتوراسيون في السيرفيس دو ريانيماسيون في السبيطارات. هذا الكل يخلي التونسي متخوف اليوم، يقول لك انا كان نمرض غدوه شو جرالي انا. بالبعض المشاهد اللي يشوف فيها كذلك، يعني ثم حتى شفنا العون الامني اللي يموت قدام المستشفى، يعني هذا كل في الفتره شافها التونسي بطريقه يعني مهوله في الايامات الاخرى، وخلات المخاوف نتاعو تزيد وترتفع الى نسبه 76%. يعني هذا اللي يخلي الوضع اليوم التونسي متخوف منه بالقدر. لا هنا المشكل سي نبيل، بقدر ما النسبة ارتفعت بتاع التوانسة اللي ولاوا ماخذين المسألة بجدية، ما شفناش ما يقابلها في إقبال التوانسة على التسجيل برهيب. وهذه مفارقة معناها السؤال. أي. وهذا اللي لقاه اللي بشوفه في حكاية التسجيل في تطبيق إيفاكس. أي باش نشوفوا اللي بعد. باش تعمل كان التونسي باش يمشي تلقى نفسه باش يسجل. هو من الاول احنا كنشوفوا من الاول السلوك نتاعو فيما يخص التسجيل، سلوك يعني واحد ما يقبلوش المخ. 81% في اول بدايه الجائحه راهم رافضين تماما، لا مانيش ناوي باش نسجل. 81% يعني رقم مهول هذا في الاول. غوزمون اللي من بعد بدا يتقلص، بدا يتقلص في شهر مارس 21 ولا 67%، ثم 45% ابريل 21، 44% في ماي 21، حتى توا في شهر جوان 33% من التوانسة اللي هما يقول لك مانيش ناوي باش نسجل، اللي هو رقم زاد كذلك مرتفع راه. عرفت صافي معناتها ما نعرفش كان والتونسي على ثلاثة يقول لك مانيش ناوي نسجل. معناتها مش قابل قضية يعني الفاكسيناسيون مي سي غراف. سي نبيل دققت أكثر بالنسبة للعينة لهنا، الفئة العمرية اللي تقول أنا مش مسجل. أنا اللي مش مسجل ثم فئة أكثرية يكونوا شباب، يعني ثم شباب، ولكن هذا نلقاه في الشعوب الكل، يعني تقريبا الشباب مازال يقول لك لا وأنا مازلت صغير وجو سي با كونسيرني معناتها بالكورونا ومانيش باش نمرض ومانيش باش نادي وما يعرفش سي اون انكونسيونس توتال، ما يعرفش اللي هو كيف يمرض باش تعدي باش يعدي الكبير وباش إلى غير ذلك. ومع ذلك تو قاعد نشوف في حالات عند الشباب راه دونك معناتها هذا الشيء اللي يقلق لهنا. معناتها هنا تجي مسؤوليه الحكومه والسلطه يعني الصحيه وكذلك، لان لازمنا نتبعوه احنا الارقام هذه، يلزم يستعملوهم الارقام هذوما باش يشوفوا باش يغيروا السلوك التونسي بالحملات وبالتوعيه وبالاشهار يعني السيبلي يكون وبال يعني بالمعلومه الصحيحه اللي تتجه للعينه هذه اللي هي رافضه التسجيل ورافضه التلقيح. لازمنا نعرفوها فين موجوده، في اي منطقه، في اي شريحه عمريه، اي مستوى تعليم كذلك، ثم يقع تصميم الحملات الاشهاريه والتوعيه وكل ما هو عنده صله بالاتصال، الاتصال اللي يغير السلوك، مش الاتصال اللي ما عندوش معنى والاتصال اللي كما نشوفه ما عندوش معناتها حتى ما يكون عنده حتى اثر على السلوك التونسي. هذه معناتها يعني الارقام يلزم يقع اخذ عينها بالاعتبار ويستعملوها صانعي القرار ويستعملوها مسؤولين. يعني اليوم كنشوفوا فرنسا ماكرون مثلا كل اسبوع كل اللي احنا تو استطلاعات الراي دائما وسب الاراء وديما هابطين علينا واحد، كل اسبوع ماكرون يقدم سونداج فيما يخص لانكيتود دي فرونسي كونسيرنون الكورونا، ويقول لهم هاهم كيفاش قاعدين تصور، هاو اللي ماهمش خايفين، هاو شنو لازمنا نعمل، وهاو كذا، يعني هذم هما الاشياء والارقام والمؤشرات اللي يلزم اخذها بعين الاعتبار باش يتغير السلوك، باش يتغير خاطر ماشي في مخه التونسي اللي
ماهيش قاعده تقتل الكورونا، ماهيش مخترة ومرض قريب وحكايه فارغه، واحنا قاعدين نشوفوا الحاله اللي وصلت الوباء اللي فيها تونس حاله كارثيه ومفزعه، لان ما ثماش استراتيجيه، ما ثماش سياسات اللي تخلي التوانسه يغيروا من السلوك نتاعها، وهذا ممكن ماهوش شيء مستحيل. واضح. تعليق فماشي للتفاعل. انا حبيت نسال نرجع للانتخابات الرئاسيه. سامحني محمد، مازال مؤشر واحد اخر؟ ما هو المؤشر اللي حوصل هو التفاؤل والتشاؤم، يعني هو مع الاسف يعني في شهر هذا، في شهر يعني جوان، رجعنا اللي نسبه التشاؤم تاع التوانسه تفوت نسبه التفاؤل. شفنا كان تفكروشي معناتها في اخر سنه، يعني في اخر 2020 لقينا اللي التونسي متخوف من العام الجاي وكل شيء، ولكن توا لقينا وانه نسبه التوانسه المتشائمين يمثلوا 51% في المقابل نسبه التوانسه المتفائلين 41% فقط. اللي هو بطبيعته التونسي متفائل خير ديما، رغم يعني الازمه الاقتصاديه، رغم الازمه السياسيه، رغم الصراعات وكل شيء، ديما يتفائل خير، يقول لك تونس ولاده وتونس عندها ولاده وعندها الكفاءات نتاعها وعندها القدرات نتاعها، وثم عليه وثم امكانيه باش نقفوا على ساقينا ونفوتوا الازمه هذه. ولكن المره هذه مع الاسف التشاؤم اكثر اعتقد. يعني بوجهنا حبيت نرجع للانتخابات الرئاسيه والتشريعيه. السؤال هو اسكو الكتله الانتخابيه اللي عملتوا لها الواحد هي نفسها في الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه ام لا؟ علاش؟ لانه في التشريعيه نلقاو الدستور الحلو وحركه النهضه الثانيه افيك اون ماس الكترال ماهيش شويه 18%. بعد في الرئاسيه ما نلقاوهاش جمله. اسكو هل من تفسير لهذا؟ بطبيعه الحال يعني هي نفس العينه، السؤال استماره هي نفس العينه، يعني طيب كيفاش نفهموا انه مثلا اللي موجودين في الانتخابات التشريعيه الاولانيين وبعد كده ما نلقاهمش اول واحد من النهضه تلقاه في السونداج وعنده شخصيه مكيه؟ هذا هو، هذا راه مش جديد، هذا كان نشوف ان الاستطلاعات هذه من او من تقريبا 2011. مش جديد ولا مش جديد؟ لا لا لا، نحبوا نفهموا الظاهر علاش انه يكون عندها ماس الكترال في الانتخابات التشريعيه وما عندهاش في الرئاسيه. اسكو لوجيك هذا ولا؟ وهي في الرئاسيه اول مره تونس، كان ناخذ المواعيد الانتخابيه، اول مره نهضه تكون عندها شخصيه برزت في الانتخابات هي 2019 مع عبد الفتاح مورو، وصل المرتبه الثالثه. في 2014 ما كانتش عندها شخصيه، في 2011 ما كانتش عندها شخصيه، وهذا واقع، وهذا خصوصيه نتاع الاحزاب كما حزب النهضه، ما عمرها ما كانت تبرز شخصيه باش تظهر في الانتخابات الرئاسيه. هذا واقع، هذا تخوفها من مش حاجه جديده هذه، الا يعني بدت يعني الاستراتيجيه نتاعها في 2019 وخدمت على برنامج معين لعبد الفتاح مورو اللي هو عنده رصيد وعنده راس مال قديم كينا غيانا فواغ افيك، معناتها حتى البرامج السياسيه خلاه يبرز ويكون في المرتبه الثالثه. وهذا يعكس هذا اللي ثم مشكل داخل حركه النهضه بين القواعد اللي بطبيعه متمسكين بحزبهم لكن عندهم راي اخر في القيادات نتاعهم اللي مروهمش، معناها يعطوهم المراتب الاولى. لكن كنا نتوقعوا برهان انه مع الخلاف اللي توا ولا في العلن بين قيس سعيد وحركه النهضه كان هذا ربما ياثر على النسبه نتاع قيس سعيد، لانه النهضه ديما تسوق ان هي كانت سبب في صعوده قيس سعيد تقريبا، رغم الخلاف اللي توا كما قلنا اشهر قاعد يحافظ تقريبا على نفس النسبه. المساله الثانيه في الانتخابات التشريعيه، وهذا مؤشر خطير جدا على رثاثة العرض السياسي وخاصة في أحزاب المعارضة، يعني رغم أنه تونس تعيش حالة غير مسبوقة من الانهيارات على جميع المستويات ونسبة التشاؤم عند التوانسة، ومع ذلك تجي تلقى حزب الدستور الحر الكاراكول أونتيت معناها وحده كحزب معارض، ثم جوست من بعد تلقى الأحزاب اللي هي في السلطة اللي هي تحكم وما زالت تحظى بثقة التوانسة. هذا اللي ما تفهموش وما تلقاش في حتى تقريبا البلاد. جي حركة النهضة وقلب تونس اللي هما شكلوا الحزام، بلاد أي مواطن تحكي معاه يقول لك أجنو
لكن في سبر الأهراء تلقاها مرتبة ثانية والمرتبة الرابعة معناها على يعني تشوف الأحزاب الأخرى سامحني معناها ما تسمى بالعائلة كذا كذا كلها في الواحد في المئة في اثنين في المئة يعني إذا الأحزاب هذه أنه بيرسبات تو وتعمل ونلقاو عندها نسبة ثقة وقتاش ما ثماش خاصة أرضية أخصب بالنسبة لأحزاب معارضة باش تظهر كيما الأرضية هذه رقابة سينابيل على مستوى الأرقام راهو كي تلقى عدا حركة النهضة وحزب عبير موسي 8 و7% و6% هم ما يمثلوا حتى شيء بعد في الانتخابات راه 6 من الناس على 100 تضربهم على الألف ما يجيبوش فواز الانتخابية لا رد بالك راهو نحكوا على مشكل آخر أنه أحزاب معارضة في وضعية كارثية ومع ذلك التوانسة ما همش متلفتين لهم واضح قصة سينابيل هنا مازال في السونداج تخدموا معاهم بمنطق الاقتناع ولا تعرفوا ولا ما تعرفوش كي يقول لك مثلا انا نصوت للتيار الديمقراطي تحسوا لانه يعرف بالتيار الديمقراطي او انه مقتنع بالتيار الديمقراطي ايش تحس معناها الفئه المستهدفه خاصه تبقى ديما انا نشوف فما نسبه تسترعي الانتباه نسبه مرتفعه في تقديري ما نعرفش سينابيل شطرني ولا 60% اللي مازالوا ما صرحوش على نوايا تصويتهم معناها هذه الخدمه هذه الكل لطفي ولا الارقام هذه الكل تخص 40% من الفئة المستجوبة اللي تنجم تمشي تصوت. لو ثبت نقطة مهمة هو الصعود متاع القائمات المستقلة. أو ثاني تقريب سبر أراء كذلك. قاعدين في صعود. نلاحظوا هذه يعني صعود يعني القائمات المستقلة. برين ما طرحت نقطة مهمة ياسر. وهذاك علاش احنا معناتها المغزى متاع الاستطلاعات هذه في الفترات هذه باش تعرف العباد والقوى السياسية شنو يختار التونسي وعلاش يختار التونسي وهذه يعني نحب معرفة الأسباب بالضبط هي في دراسات تكميلية ونعرف منها احنا برشا ولكن ما يسمحش الوقت ولا يعني الإطار البارومتر باش نعطيه المعلومات هذه الكل ولكن في دراسات تكميلية هذيك المهمة بتاعها هذاك هو رأس مالنا وال خدمتنا هذه خدمتنا يعني باش نعطيوها لهم بلاش الأحزاب هذه يعني وقت اللي اتصلوا التونسي هذه حاجات مهمة ياسر واحنا لا تحت ذمة خاصة المنابر الإعلامية والكرونيكور والصحفيين خاطر بها باش يثريوا يعني الحوار سياسي بالضبط. ويضمنوا المصداقية في الحوار السياسي يعني لو كان تعرف أنت تونسي قلت لك اخترت أنا ننتخب النهضة أو الدستوري الحر قل له علاش انتخبت النهضة لو كان تعرفوا يعني أرقام مثلا يقول لك هكاك ولا يقول لك مثلا لا قالوا لي عليه بعد تطرح سؤال إضافي شكون اللي قالك عليه يعني لماس دانفورماسيون المعلومات هذه بثراء لا ما انت ما تصوروش القيمه نتاعها كيفاش تونسي تعطيني شكون يفهم التونسي تعطيني راهو يطلع لك يعني اشياء مهمه كثير لان تعرف يعني طبيعه التونسي سلوكه والتغيرات نتاعو ومهم ياسر باش نعرفوه اليوم ثم عباد تتسائل يقول لك شكون توا تعملوا في استطلاعات الراي يا اخي الانتخابات مازالت بعيده ياسر من المهم اليوم تعرف انت شيء يبدل رايه لان هي موازين قوى سياسيه اليوم قوه تطلع وقوه تنزل وعلاش وشنو الاسباب اللي تخليها باش تخلي الاحزاب اللي هي شاده الحكم اليوم ولا هي في المعارضه تعرف كيفاش تلبي مطالب في الاخر في المواطن في ثواني تقريبا النتائج هذه نشوف فيها مثلا بتاع التشريعيه حتى لتوا ما تعطينيش حكومه حتى النتائج هذه ما تعطيناش حكومه يبدو بالقانون الانتخابي الحالي بالقانون الانتخابي معناها نبقاو في نفس الازمه السياسيه هاك تشوف فيها الاولاني يعني عبير موسي يعني ثاني النهضه بعدها حليف قلب تونس بعد التيار بعد ائتلاف الكرامه يعني كان تعمل حسبه توا مانيش نشوف فيه حكومه بالقانون الانتخابي برهان ولكن غيان يجول الا طبعا هذاك ما تحسبش 60% مازال ما يحسبش رايه انت بعد اسبوع ولا بعد شهر كان تقوم قوه سياسيه او شخصيه اللي قادره باش تقنع التونسي في النقاط الحساسه نتاعو وفي الطلبات نتاعو يمكن تغير الموازين اخر ملاحظه شكرا ما يشملوش الاحزاب العقائديه لانه الناخبين نتاع الاحزاب الدينيه النهضه خاصه يعرف قناعته من توا يقول باش نتصوت النهضه وبالتالي مش في القائمه نتاع 60% اللي مازالوا توا مترددين باش يمشيو يقسم معهم الكرامه زاد معناها مش بالضروره باش يمشيوا للناس الاخرين في 60% فما شكون يمشي للكرامه ينجم كل شيء ممكن اللي شفناه في 2019 يخلي السيناريوهات الكل ممكن كل شيء نبيل بالعم مدير عام مؤسسه امراد كونسلتينغ مرحبا بك وشكرا جزيلا على الحضور مباشره باش نستقبلوا بعد الفاصل السيده ايمان قزاره عضو هيئه الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد محمد الابراهيم